البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيدز اللي هو ال FA اختصار فاتي اسيد. ودي محاضرة 36 بلا مقدمات بلا مش عارف ايه، خلينا في الشغل على طول. الاوكسيديشن بتاع الفاتي اسيد بيقول لك الفاتي اسيد ار اوكسيدايزد ان سيفرال تيشو، هي اوكسيدايزد بس في كذا نوع من الانسجه زي الليفر والمسلز والاديبوس تيشو، كل الكلام بتاع باي ذا بس واي اوف مين الطريقه بتاعت الاكل ده او الاوكسيديشن اللي بيحصل عن طريق البيتا اوكسيديشن. نايزر بدل من مي برضو ده برضو يعني بيحصل ما بيحصلش يعني الاوكسيديشن مكانيا. نايزر نايزر اللي هي يعني لا ده ولا ده، يعني لا ده ولا ده، الاثنين دول زي اللي هم الاريثروسايت والبرين والنور البرين، يعني البرين والاريثروسايت كريات الدم الحمراء الار بي سيز والمخ اللي هو البرين ما فيهمش بيتا اوكسيديشن، يعني ما بيحصلش فيهم اكسده الفاتي اسيد. تمام، كان ما يقدرش يعني كان تيوز الفاتي اسيد، هنا نافي فيثبت بعديها كان تيوز الفاتي اسيد and so continuous او continue to really on glucose، وتبدا ما تشتغلش غير الجلوكوز، هي ما بتعتمدش غير على الجلوكوز during normal periods of fasting في الوقت العادي من الصيام لو انت صايم يعني كم ساعه. او الدنيا خير بتفتح لي حاجات ثانيه زي كيتوجينز والكلام ده. طيب الاريثروسايت ما فيهاش ميتوكوندريا طبعا، and the fatty acid لازم تحتاج بان doesn't cross the blood، ما بتدخلش البلد عشان ما فيش ميتوكوندريا، ولا البرين عشان البارير efficiency ما فيش ميتوكوندريا في البلد، اما البرين مش بيشتغل بيها اصلا. الكالسيفيكيشن او الكلاسيفيكيشن اوف الفاتي اسيد، تصنيف الفاتي اسيد في منها اللي شورت تشين فاتي اسيد يبقوا من 2 ل 4 كربونه، الفاتي اسيد شورت تشين فاتي اسيد اللي هي عندها من 2 ل 4 كربون، وفي الميديوم في الميديوم ميديوم تشين سلسله متوسطه من 6 ل 12 كربونه. وطبعا دي ديفيوز ريلي انتو ميتوكوندريا تو بي اوكسيدايزد، تدخل عادي في الميتوكوندريا عشان يحصل لها اوكسيديشن عادي مفيش مشاكل. اما اللونج تشين بعد كده شورت تشين من 2 ل 4 ميديوم تشين من 6 ل 12 لونج تشين من 14 ل 20 كربونه، ودي ار ترانسبورتد انتو الميتوكوندريا باي كارير باي حاجه اسمها كارنيتين كارنيتين شاطل كارنيتين شاطل يعني حاجه بتنقل شاطل مركبه او حاجه تنقل يعني كارنيتين شاطل تو بي اوكسيدايزد. يبقى اللونج تشين فاتي اسيد اللونج تشين فاتي اسيد لازم كارير ما تدخلش عادي بالديفيوجن او بالديفيوج فريلي يعني تدخل بحريه زي الميديوم والشورت، لا اللونج دي للاسف تحتاج مين؟ تحتاج الكارنيتين الكارنيتين شاطل عشان يحصل له اوكسيديشن جوه الميتوكوندريا. ركز يا غالي بقى انه طالما الطويله من 14 ل 20 اكيد في اكثر من ال 20، قال لك اللي اكثر من 20 كربون بسميها الفيري لونج فيري لونج تشين فاتي اسيدز، ودي انتر برو طبعا بتدخل حاجه اسمها البروكسيسومز تدخل البروكسيسوم فايا اناوين ميكانيزم فور اوكسيديشن، يعني هي بتدخل البروكسيسوم ما بتروحش للميتوكوندريا الفيري لونج الطويله خالص دي، لا دي اكتر من 20 كربون دي تدخل البروكسيسوم بقى يكسرها البروكسي او البيريوكسيسوم، وفايا مين؟ فايا اناوين ميكانيزم الطريقه اللي بتدخل بيها اناوين اللي دلوقتي احنا ما بنعرفهاش فور اوكسيديشن. طيب الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد نكمل، فالفاتي اسيد بول ذا هاف لايف اوف فاتي اسيد ان بلاد از فيري شورت، بتاخد الفاتي اسيد عمرها في البلاد قليل جدا فيري شورت فيري شورت من دقيقه لثلاث دقائق. والسورس اوف الفاتي الفري فاتي اسيد دي مصادرها طبعا بتيجي من اللايبوليسز ان اديبوس تيشو، عملية الليبوليس بتطلع لي فري فاتي اسيد والجليسرول بيروح للليفر والفري فاتي اسيد تروح البلد، والدي جنريشن اوف مين اوف الكايلو ميكرونز او الكايلو ميكرونز او تشايلو ميكرونز كايلو ميكرونز اند في ال دي ال باي اللايبو بروتين اللايبو بروتين لايبيز اللايبو بروتين لايبيز
هيطلع الفري فاتي اسيد عن طريق الجينريشن اوف الكايلو مايكرونز والفي ال دي ال، هو ده اللي هيطلعها من اللايبو بروتين لايبيز. طيب او الدايركت ابسوربشن فروم الانتستين، تعمل ابسوربشن دايركت من الانتستين للفري فاتي اسيد، وده الشورت والميديم بس عشان عشان نعرف نمتص اللونج والفيري لونج. السنتيزس او السنتيزس ان ذا ليفر، برضه تصنيع الفاتي اسيد في الليفر، يقول لك زي ار طبعا اللي بتصنعهم في الليفر اللي هي النسموس اندوبلازم كريتيكولا، فاكر انت الكلام ده كانت تصنع الليبيدز وكده. They are transported in blood as free fatty acid، طبعا اللي بيطلع من الليفر بيتنقلوا في الدم على انهم free fatty acid. short chain fatty acid are water soluble، الشورت تشين صغيره خالص تبقى water soluble، هي في العادي كلهم مش water، على شاذة water soluble. long chain free fatty acid are water insoluble، ده العادي. and are combined with albumin، بيبقى معاها albumin، long chain free fatty acid بيبقى معاها albumin وبتبقى water insoluble، أما short chain فهي water soluble. الفاتي acids are taken by liver، طبعا الفاتي acid بيتاخد في الليفر والكدني والمسل والميموري، الميموري اللي هو الثدي يعني الميموري جلاندز، والانتستين والاديبوس تيشو and the heart to by oxidized، كل دول تحصل لها oxidized فيهم في الليفر والكدني والمسلز والبتاع دي اللي هي الميموري جلاندز والانتستين والاديبوس تيشو والهارت وكل ده يستخدم. طيب الـ types of free fatty acid oxidation، طرق الأكسدة، beta oxidation، beta oxidation ودي اللي هي العادي، وألفا and omega oxidation. الـ beta oxidation is the most important way of for free fatty acid، ده مهم خالص. الألفا والأوميجا oxidation of free fatty acid are specialized this way، حاجة special. الألفا والأوميجا special، أما البيتا general زي ما خدنا فوق. يبدأ معانا هو بالبيتا اوكسيديشن، بيقول لك الديفينيشن بتاعها البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد از ابرينسيبل برينسيبل بات واي فور ذا كاتابوليزم اوف فاتي اسيد، يعني هي الطريق المبدئي لل او الطريق الرئيسي البرينسيبل بات واي فور الكاتابوليزم اوف فاتي اسيد. طيب وات از اوكسيديشن اوف ذا بيتا كاربون، تحصل عمليه الاكسيديشن من البيتا كربون ازاي يا صديقي؟ البيتا كربون اللي هي الكربونة رقم 2 في الاتصال بالكربونة بتاعت الدبل بوند، ما فاهمش. بص في الالفا كربون اللي هي لازقة على طول في الدبل بوند، يعني في بص كده تو فورم ابيتا كيتون اسيد عشان الكو. بص في دي السي او دي الكربونة اللي متصلة بالكربونة دي على طول بسميها الفا، الكربونة اللي بعديها بسميها بيتا وهكذا، بعديها جاما وهكذا، كل كربونة تبعد عن الدبل بوند بغير الحال. فكل ده انا بعمل اوكسيديشن للبيتا كاربون علشان اطلع منها البيتا كيتون، البيتا كيتون اسيد. طب ما انت اشتغلت على البيتا بقى يطلع بيتا كيتون كيتو اسيد، تمام. وده كاتالايزد باي ا نمبر اوف انزيمز نسميها الفاتي اسيد اوكسيديز، طبعا بعمل الفاتي اسيد اوكسيديز للبيتا كاربون عشان اطلع منها مين؟ الكيتو اسيد، البيتا كيتو اسيد تحديدا. السايت بيحصل في الميتوكوندريا الماتريكس، الماتريكس بتاعت الميتوكوندريا في الانتجة التيشوز such as the liver والهارت و 80% 80% of it is full is from بيتا اوكسيديشن، يعني الطاقة اللي بتبقى في الليفر والهارت 80% منها من البيتا اوكسيديشن و 20 تبقى من الجلوكوز ومن الالفا اوكسيديشن وكده. كذلك برضو اللنج والمسلز والكدني التستس الفاسيا والاديبوس تيشو كل ده بيحصل فيها بيتا اوكسيديشن. الفاتي اسيد اوكسيديشن ادي الباث واي بتاعه، طبعا والعياذ بالله يعني طبعا كله بستخدم فيه، طبعا انت فاكر الاي تي بي سنتيزس اللي هو الكومبلكس رقم 5 اللي بتدخل الهيدروجين في الانر ممبرين، الكلام ده في الانر ممبرين بتاعت الميتوكوندريا، تدخل الاتش موجب فيه ويتحرك فتعمل دمج، فنتيجة الطاقة اللي بتعملها لما بتدخل من بره لجوه بيحصل دمج للـ ADP مع الـ VI ويطلع ATP وكده بعمل طاقة، والليلة دي اللي بيفضل يتحول فيها الفاد لفاد اتش والفاد اتش لفاد اللي هي العملية تنبص، الفاد اتش يتحول لفاد عن طريق مين؟ الإلكترون ترانسبورت تشين، تمام؟ فاد اتش يتحول لفاد والفاد يتحول لفاد اتش عن طريق سيتريك سايكل وهكذا. هكذا الليلة الطويلة دي.
في الاخر الاسيتايل كو ايه يدخل معايا في دورتين، لاما يدخل معايا في السيتريك سايكل اللي هي الكريبس سايكل، او يدخل في الكيتونز اللي هو يدخل في الكيتوجينيسيس، وده بيحصل في الليفر عشان يعمل كيتونز. طيب الاكتيفيشن اوف الفاتي اسيد، انشيت الفاتي اسيد او انشيت، اقول لك الفاتي اسيد ار اكتيفيتد باي مين، باي السيوكاينيز، السايوكاينيز، السايوكاينيز انزايم ده يعمل اكتيفيشن للفاتي اسيد، وهو بسميه اسايل كو اي سنتيزس، بسميه الاسايل كو اي سنتيزس، وده بيحصل بريزنت وده في وجود الكو اي اس اتش واي تي بي. بستخدم طبعا الاي تي بي عشان اعمل الاكتيفيشن للفاتي اسيد عن طريق مين؟ عن طريق السايوكاينيز اللي هو الاسيد، هو السايوكاينيز اسمه الثاني اسايل كو اي سنتيزس، يا دي اسايل يا كو اي يا سنتيزس يا سايوكاينيز. ماشي طيب بص كده معايا، ادي هو الحزينة هو اللي هو الفاتي اسيد مع الاي تي بي، اشتغلت عليها بالسايوكاينيز، اشتغلت عليها بالسايوكاينيز، اداني مين؟ الجاني الحزين ده اللي هو فيه سايوكو اي وي اي ام بي وبي بي اي، وطبعا اعمل ليهم فوسفوريليشن يديني فوسفات، خلص يعني من الفوسفات. The presence of inorganic phosphorylation ensure complete activation. يعني يقول لك وجود ال inorganic phosphorylation الفسفرة اللاعضوية يعني فسفور كده طازة، فده انشور يعني بيأكد لك الكمبليت اكتيفيشن، يعني كده حصل كمبليت اكتيفيشن الاسايل كو اي ترانسبورت اند رول اوف. طبعا هنا بياخد شابتر ثاني اللي هو كده احنا خلصنا حته الاكتيفيشن. هنا بقى بالنسبه للاسايل كو اي ترانسبورت اند رول اوف كريانين، يعني انا ازاي بنقل اللونج تشين، كنت بنقلها عن طريق الاسايل، بدخلها في الميتوكوندريا عن طريق الاسايل كو اي ترانسبورت، والرول اوف كرناتين ده الناقل كان. فاللونج تشين فاتي اسيد دي ما تقدرش تدخل، ما يقدرش يحصل لها ديفيوجن اكروس الانر ميمبرين بتاع الميتوكوندريا، وده which is imperable يعني غير منفذ للاسايل كو اي الكبيره دي. والاسايل كو اي احنا بنغيرها له بنلونها له، هو ما عايزهاش تدخل عشان شكلها مش عاجبه، ننقبها له ونغير له شكلها وما يعرفهاش والجماعات دي. والاسايل كو اي كان بنتريت يعني يقدر يخترق الانر ميمبرين بتاع الميتوكوندريا اونلي باتحاده بالكومبينيشن وذ الكارينين وذ الكارنيتين. الكارنيتين هيغير شكل الاسايل كو اي، هيغير مين؟ الكارنيتين ده ويدخله جوه الانر ميمبرين ويحصل له بقى. والكارنيتين از ايه؟ الكارنيتين بقول عليها بيتا هيدروكسي جاما بيتا هيدروكسي جاما ترميسيل جاما دي جاما ترميسيلامين بيتوريك اسيد او بيوتوريك اسيد تراي ميسايل امينو ده كله كده معلش زولتني هنا، هو اتراي يعني ثلاثي ميسايل امينو بيوتريك هو اسمه ايه الكارنيتين ده، يعني هو اسمه معفن اصلا معناها معفن. والكارنيتين هو البيتا هيدروكسي جاما تراي ميسايل امينو بيوتريك اسيد وده موجود خالص distributed in mean in particularly abundant يعني موجود بكثرة في المسلز أو بوفرة في المسلز أكثر يعني كثير. الترانسبورت نقل الـ free fatty acid بقى يحصل ازاي؟ انت كسرت ها وبيحصل ازاي؟ والله اللونج تشين فاتي اسيد عايزة تدخل، فمن اللي يدخلها؟ هي عبارة عن اسايل كو اي يتحد معاها الكرناتين ويكون لي بدل ما هي لونج اسايل اسايل كو اي اللي هي دي عشان تتحول ل سي بي اي تمام اللي هو الاسايل كو اي زائد الكرناتين
حولها بعض، وبالتالي تيجي داخله للانر ميمبرين وتعدي، الاوتر ميمبرين كده يعديها تدخل للانر ميمبرين وتعدي، ودخلت الميتوكوندريا للماتريك يحصل لها البيتا اوكسيديشن، بقى يحصل البيتا اوكسيديشن كده بالراحه، خلاص دخلت. حلو حلو. ف السي بي تي اللي هو الاسايل كرياتين يبدا يتحول اسايل كو اي كرياتين، يعني هو اصلا الاسايل كرياتين ده او الاسايل كارنيتين ده، الاسايل كرياتين ده كان عباره عن نقل بس، دخلهم عبر الاغشيه بتاعه الميتوكوندريا ودخل جوه، خلاص كده يتفك تاني الكرياتين عن الاسايل كو اي، وكده نبقى احنا دخلنا الاسايل كو اي، يبقى هو اندمج معاها حد من الخلق، بعدين بعد عنها تاني ووصلها للي هي عايزاه وخد فلوس ومشي. طيب اي تي بي، الرول اوف كارنيتين ان فري اسيدز، الفري فاتي اسيدز اوكسيديشن، عمليه الفري فاتي اسيد اوكسيديشن هيدوروا ايه؟ قال لك بيعمل ترانسبورت، هو الكارنيتين از سيزد فروم اللاي، هو اصلا بيتصنع من اللايسين، عارف انت اللايسين الحمض الاميني عند الميثيونين، اللايسين والميثيونين الليفر والكدني بيصنعوا الكارنيتين، الكارنيتين هو اللي هينقل الفاتي اسيد، فالفانكشن بتاعت الكارنيتين قال لك الكارنيتين ترانسبورت اللونج تشين فاتي اسيد يدخلها للميتوكوندريال ممبرين. في ثلاث انزيمات، 3 انزيمز ار يوزد ان ترانسبورتيشن اوف فري فاتي اسيد، في ثلاث انزيمات هيساعدوا الكارنيتين. نمبر 1 الكارنيتين اسايل كارنيتين، اللي هو الكارنيتين اسايل كارنيتين ترانسفير نمبر 1، وده موجود از اوتر ميتوكوندريال ممبرين. فنمبر 1 الكارنيتين اسايل كارنيتين ترانسفير 1 ده في الاوتر ممبرين بتاع الميتوكوندريا، اما الكارنيتين اسايل ترانسلوكيز في الاول ترانسفيريز 1، ثاني اسمه ترانسفيريز 1 ثاني ترانسلوكيز. الكرياتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز، اللي ترانسلوكيز ده موجود في الانر ميتوكوندريال ممبرين. طب جوه خالص بقى، قال لك جوه خالص موجود ترانسفير نمبر 2، يبقى ترانسفير نمبر 1 في الاوتر ممبرين، ترانسكوليز في الانر ممبرين. طب ترانسفيريز نمبر 2 قال لك ده بريزنت ان اوقات الانر سيرفيس اوف انر ميتوكوندريا، موجود برضه في الانر سيرفيس بتاعت الميتوكوندريا بتاعت الانر ميتوكوندريا ممبرين. يعني باختصار الكلام الميتوكوندريا لها سطحين، السطح اللي من بره اللي هو من بره ده عليه مين؟ ترانسفيريز 1. السطح اللي من جوه عليه مين؟ السطح اللي من جوه اللي هو ده عليه مين؟ عليه ترانسلوكيز. حلو. اما من جوه خالص اللي هو السطح الداخلي للغشاء الداخلي اللي هو الانر سيرفيس بتاع الانر ميتوكوندريال ممبرين الاقي عليها ترانسفيريز نمبر 2. طيب الستبس بتاعت البيتا اوكسيديشن، الخطوات، اول حاجه بعمل اكتيفيشن اند ترانسبورتيشن باي الكارنيتين. حلو. كاتابولايزد باي الفاتي اسيد، وده بستخدم فيه بعمل كاتابولايزد اللي هو الاكتيفيشن، يعني الاكتيفيشن ده بيحصل عن طريق الكاتابولايزد باي الفاتي اسيد سايوكاينيز انزيم. السايوكاينيز انزيم هو اللي بيعمل كاتابولايزد، يعني هضم عمليه الهضم، هضم الفاتي اسيد عن طريق السايوكاينيز انزيم بيكسرها كاتابوليز. طيب ويطلع منها 2 هاي انرجي بوندز ار يوتلايزد اي تي بي، والاي تي بي هيتحول لاي ام بي وبي بي اي، بي بي اي وبي ام بي يعني فوسفات، وطبعا الاي تي بي اللي هو ادينوزين تراي فوسفات، هنا ادينوزين مونو فوسفات يتحول، يتاخدوا منه فوسفاتين هما ويتحول لادينوزين مونو فوسفات وحاد الفوسفات. كل ده حصل بالكاتابولايزد للفاتي اسيد عن طريق السايوكاينيز انزيم، يطلع لي 2 هاي انرجي بول، طلع لي طاقه، استخدمنا طاقه طيب، يعني استخدمنا مش طلعنا، استخدمنا يوتلايزد، احنا خدنا طاقه عشان نكسر، لسه بعد ما نكسرها بتاخد من بعد ما نكسرها في الاول تتحول لحته صغيره نشتغل عليها عشان نطلع منها طاقه، اما في احنا وعمال نكسر في البدايه خدنا طاقه، خدنا 2 اي تي بي. الستيب الثانيه الانساتيوريتد، الانساتيوريتد اللي هو الغير مشبعه بقى، الانساتيوريتد
ستيب 2 الانساتوريتد دي هيدروجينيشن، دي هيدروجينيشن بيحصل كاتابولايزد باي الاسايل، الانساتوريتد دي الكاتابولايزد بتاعها بيحصل عن طريق الاسايل كو اي دي هيدروجينيز انزايم. فبيقول لك الكو انزايم فور ذس رياكشن از امين، مين هنا الكو انزايم؟ الانزيم المساعد هو الفلافو بروتين، الفلافو بروتين هو الكو انزايم في الانساتوريشن، في الانساتوريشن تمام. وده containing الفاز، يحتوي على الفاز حلو، as a pro-cystic group، والفاز ده خلاص كده تحول لفاز H is oxidized in mitochondria، والفاز H بيت oxidized يعني بيتأكد في الميتوكوندريا، مع الفاز H2 والناد وكده كله oxidized في الميتوكوندريا، respiratory chain الميتوكوندريا respiratory chain اللي هو electro transport chain دي، علشان ناخد منهم طاقة. كده يبقى احنا عملنا طاقة في الستيب الثانية الانساتوريتد دي، اشتغلنا عليها بالكوية بالكاتالايزد باي الاسايل كوية دي هيدروجينيز على الانساتوريتد، طلع معايا فادات، والفادات دي تحولت لفاد اتش اللي بيساعدني بفلافو بروتين، في الاخر الفاد اتش هيتحول في الريسبيراتوري تشينج والميتوكوندريا الى فاد ثاني، وتطلع اي تي بي، يبقى انا كده طلعت طاقة وخزنتها في الميتوكوندريا. طيب الستيبس رقم 3 اللي هي دي الدي هيدروجينيشن، قال لك الكاتابولايزد يعني هي الكاتابولايزد يعني تحفز او تنشط، كاتابولايزد يعني تحفز، كاتابولايز يعني تحفز وتنشط عشان تتهد وتتكسر، كاتابولايزد باي مين؟ باي الانول، باي الانول كو اي دي هيدروجينيز. يبقى انت في الاول اشتغلت بالسايوكاينيز، الستب الثانيه بالكويه دي هيدروجينيز، الستب الثالثه بالينول كويه دي بالينول كويه هيدريز، هناك فوق كان دي هيدروجينيز، هنا اللي هو اسايل كويه دي هيدروجينيز، هنا انول انول كويه هيدريز. وده يعتبر كروتونوز، بسميه الكروتونوز، كروتونيز، كروتونيز انزيم، كروتونيز انزيم which help هيهلب إضافة الووتر to saturate double bond عشان يشبع يعني saturate أو saturation للdouble bond. الستيب رقم 4 عملية الأوكسيديشن بقى نفسها اللي هي البيتا أوكسيديشن، هتتنشط كاتابولايزد باي مي؟ كاتابولايزد باي البيتا أو البي هيدروكسيل كو اي دي هيدروجينيز. فوق انت كنت شغال بالأسايل كو اي دي هيدروجينيز، لا هنا بالبيتا هيدروكسيل، بيتا هيدروكسيل كوهي دي هيدروجينيز، تذكر انه هي بيتا اوكسيليشن فهيشتغل على البي هيدروكسيل كوهي دي هيدروجينيز عشان يعمل ايه؟ قال لك ذا كو انزيم از ناد، هنا الانزيم المساعد هو الناد حلو، وبعمل بي اوكسيديشن هو هيتحول، هعمل بي اوكسيديشن، هعمل اوكسيديشن للناد اتش اتش ان الميتوكوندريا الريسبيراتوري تشين، وهيديني 3 اي تي بي. ما يا ابن الحلال الفات كان بيدي 2 اي تي بي، الناد بيدي 3 اي تي بي، بسميه ناد اتش فاد اتش حلو. طيب الستبس الستب رقم 5 بقى بسميها خطوه الانشطار للسبلايتنج اوف اكتيف اسايد اسيتيت، وانا هعمل bleeding of active acetate. طيب نكمل الستيب 5 اللي هي bleeding of active acetyl اللي هي بتاعت الانشطار، يقول لك it is catalyzed by mean by cyanase. فاكر ان السايوليز ده شبه السايوكاينات، الشبوكاينات اللي هو كان بيعمل activation للترانسبورتيشن، activation وترانسبورتيشن لل الكارنيتين اللي هو الستيب 1، كانت بتاكتيفيت او كاتالايزد يعني بتتاكتف عن طريق السايوكاينيز. اما الستيب 5 بتتاكتف عن طريق السايوليز، السايوليز اللي هو بياكتف الستيب دي، بسميه بيتا كيتو سايوكاينيز، بيتا كيتو سايوكاينيز، هو شبه السايوكاينيز بس هو بيتا كيتو سايوكاينيز، وده بيعمل سبلت يعني بيكسم الاسايل كو ايه، بيكسم الاسايل كوA into acyl into acetyl، ما هو بدل ما كان acyl كبير اسمه صغير بس حجمه كبير، أما الأسيتايل
اللي هو اسمه كان بيروح حجمه صغير، الاسيتايل كو اي هيتقسم للاسايل كو اي يتقسم لاسيتايل كو اي اند اسايل كو اي، كل اسايل كو اي يطلع منه اسيتايل كو اي ويفضل اسايل كو اي برضه يا باشا. هو اسايل كو اي مثلا في 15 اسايل يتحول لاسيتايل يتحول لاسايل في 14 وهكذا. اسايل يعني الاسايل كو ايه الناتج هيبقى اصغر من الاسايل كو ايه اللي داخل في التفاعل، which is shorter than the first one. كتبها هو كويس كتبها باي 2 كربونا، باي 2 كربونا يعني معلش لو ده 15 هيكون ده 13، لو ده 15 ده 13 عشان الاسايل كو ايه هيبقى فيه 2. يبقى الاسايل لو دخل 15 كربونا الاسايل اللي هيطلع منه هيطلع اسايل، هو دخل اسايل يطلع اسايل منه، بس الاسايل اللي داخل ك 15 اللي طالع هيبقى اقل ب 2 مثلا 13 ويطلع على اسايل وهي معاه. طيب ذا بروسيس العمليه دي ريبيت تفضل تتكرر انتل لحد ما الهول فاتي اسيد از بريك داون، لحد ما تعمل بريكن وتكسر خالص كل الاسايل كوي وما يطلعش النواتج اسايل كوي، كنت كده خلصت العمليه يطلع اسايل كوي بس. تمام، وده الحد بنكسر كله يبقى معانا اسايل كوي بس which are then oxidized to we. الاسيتايل كو اي ده هنعمل له اوكسيديشن ونعمل له اوكسيدايزد، هيطلع منه كربون يطلع منه ايه كمان وميه، يطلع منه كربون وميه في دوره مين كريبس. طب ايه الفايده اني اشتغل بالاسيتايل كو اي يا باشا؟ الاسيتايل كو اي ده عنده 2 كربونه، الاسيتايل كو اي ده عنده 2 كربونه تمام، بيقابل واحد عنده 4 كربونه اللي هو الاوكزال واسيتيت ويتحدوا مع بعضهم عشان يكونوا حمض السيتريك وتشتغل دوره كريبس وتدي طاقه وهكذا يعني كريبس. البيتا اوكسيديشن بيورينا هنا الاشكال بتاعتها، هنا بيديني مثلا فاتي اسيد كو اي، هذا الفاتي اسيد كو اي هيتحول فيه الفاد لفاد اتش وياخد هيدروجين منه ويتحول، وده وجود انزيم دي هيدروجينيز اكيد عشان في نزع هيدروجين اللي اسمه الاسايل كو اي دي هيدروجينيز يديني ده، ده هشتغل اللي هو الترانز ترانز اي اينول كو اي هشتغل على بين اينول، طالما في اينول يبقى هشتغل على بين اينول، اينول كو اي دي هيدروجينيز ووجود الميه يتحول لثلاثة ال هيدرو هيدرو اكسايل كو اي. طبعا خلي بالك الرسومات مش علينا، الثلاثة هيدروكسايل كو اي ده يجي النادي يشتغل عليه ويتحول الى اتش اتش، واللي ده في وجود هيدرو هيدرو اوكسايل كو اي دي هيدروجينيز اكيد عشان في ناس هيدروجين فدي هيدروجينيز دايما مع الناد والفارم تمام تمام. طيب بعدين هيطلع معايا مركب اللي هو البيتا كيتو اسايل كو اي، هشتغل عليها بالبيتا كيتو سايوليز، هو بيتا كيتو اسايل كو اي هشتغل عليها بالبيتا كيتو سايوليز في وجود ال اتش اس كو اي اللي هو يبقى كده في وجود مين؟ في وجود البيتا كيتو سايوليز، البيتا كيتو سايوليز هيخلص المهمة بتاعتنا ويطلع لي فاتي اسايل كو اي ويطلع لي اسيتايل كو اي، ونفضل العملية دي تتكرر. طب انت هتقول لي ما هنا انت كنت داخل من فوق خالص داخل بفاتي اسايل كو اي في الاخر طلعت لي بفاتي اسايل كو اي، اقول لك يا باشا ده كان طويل بص في كذا كربونه، ده ما فيهوش كذا كربونه، هنفضل نكسر 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 في الطويل اللي زي ده لحد ما نخليه يبقى صغير زي ده ونكسر فيه تاني، يعني ده هياخد دوره تاني يروح كده يروح كده يروح كده يروح كده ويرجع يلف الدوره دي تاني كلها لحد ما كل النواتج تبقى عباره عن اسيتايل كو اي بس، فاهمني؟ اخر واحد يتكسر يطلع لي اسيتايل كو اي وهكذا طيب، او يطلع لي واحد صغير ويطلع لي اسيتايل كو اي. طيب برودكتس اند امبورتانس اوف بيتا اوكسيديشن، اهميه البيتا اوكسيديشن فهي سورس اوف انرجي، يعني الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد از ا ماجور سورس اوف انرجي تو ذا بودي ديورنج ستارفيشن، خاصه في الستارفيشن الجوع او المجاعه او الصيام وكده. البرودكشن برودكشن اوف اسايل كو اي برضه انتاج الاسايل كو اي، الاسايل كو اي ده بيحصل له كونفرتد تو سيفرال يوسفول كومبوننتس، يعني بيتحول لاسايل كو اي لعدد كبير من المواد اليوسفول زي الكوليسترول اللي بربط به السيل ميمبرين
بربط به الفوسفوليبيد اللي في الممبرين وكده، وبرضه الاسيتايل كوي برضه بعمل منه اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين عارفه انت اللي في النيورو ترانسميترز ده، الاسيتايل كولين اصلا اتكون من الاسايل من الاسيتايل كوي، فانا منتج البكتيريا الاحماض الدهنيه اسيتايل كوي، وده مفيد في صناعه الكوليسترول وفي صناعه الاسيتايل كولين، هو عشان هو اصلا عباره عن ناتج من الاسيتايل كوي. طيب والكيتون بودز فورميشن، برضه بعمل كيتون بودز فورميشن، قال لك الفورميشن اوف الاسيتايل واحده برضه ده حاضر. المهم الفورميشن اوف الاسيتو اسايل كو اي، يعني لو عايز اعمل فورميشن يعني عايز اكون اسايتو اسايل كو اي which is derived from oxidation، اللي هو اصلا الاسايتو اسايل كو اي ده بينتج بيشتق من الاوكسيديشن بتاع اللونج تشين اسايل كو اي، يبقى انت كل ما تكسر لونج تشين اسايل كو اي يطلع مين؟ يطلع اسايتو اسايل كو اي. في اول ما نوصل للاست اربع كربون اتومز، اخر اربع ذرات بيفضلوا مع بعض، ودول ممكن يتحولوا بي بي يعني ما بي كده، ممكن يتحولوا ممكن لا، لو تحولوا على حسب الحاجه، لو تحولوا هيتحولوا معايا الاسيتايل الاسيتو الى اسيتو اسيتيك اسيد، تحولوا الاسيتو اسيتيك اسيد اسيتو اسيتيك اسيد ولا اسيتو اسيتيك اسيد، ده ويتش وان اوف كيتون بودز، الاسيتو اسيتيك اسيد يعتبر كيتون بودز. يبقى انت ممكن تكمل تكسر هو اربعه كربون اتومز، ممكن تكمل تكسير وهتتحول تكون لي اسيتايل كو اي، او ممكن الاربعه كربون اتومز دول تحولهم دايركت لمين؟ الاسيتو اسيتيك اسيد، الاسيتو اسيتيك اسيد اللي يعتبر كيتون بودي. يبقى انت عملت كيتون بودي او عملت اسيتايل كو اي لو كسرت تاني. طيب ده هيساعد في الفورميشن بتاع مين؟ بتاع الاسيتو اسيتايل كو اي، بسميها الاي سي الاسيتو اسيتايل كو اي او الاسيتو اسيتيك اسيد. حلو. ريجوليشن تنظيم البيتا اوكسيديشن بيتم ازاي؟ قال لك الفري فاتي اسيد اوكسيديشن از ريجوليتد باي انرجي، الموضوع كله بيدار وبيتم بواسطه الانرجي اللي هي الاي تي بي، فوين الانرجي انكريز بيتم قياس الانرجي في الجسم، لما يحصل انرجي انكريز البيتا اوكسيديشن تتظبط فيس فيرسا فيس فيرسا. حلو. يعني ايه فيس فيرسا؟ فيس فيرسا يعني العكس صحيح، يعني لو الاي تي بي دي نقصت هتتحفز البيتا اوكسيديشن عشان تطلع طاقه، يبقى مين هنا اللي بيعمل ريجوليشن؟ وجود الطاقه، في طاقه هقلل البيتا اوكسيديشن، ما فيش طاقه يبقى هكتر البيتا اوكسيديشن. فاهمني؟ والاكسس اي تي بي موليكيول لو في اي تي بي كثيره ان ذا سيل ده هيقلل او هيوقف عمليه الالكترون ترانسبورت تشين اللي هو الريزميراتوري تشين. تمام. اوزوس ذا ريديوز طبعا، وبرده ريديوز نقص الفات اتش 2 والناب اتش اتش كان نوت اندريجو اوكسيديشن الالكترون ترانسبورت تشين ريمين از سوتش، يعني بيفضل زي ما هو نقص الفات اتش والناب اتش ما بيخليش الاوكسيديشن تشتغل في الاي تي سي، لا بيفضل ريمين از سوتش زي ما هو، يبقى العمليه كلها معتمده على الاي تي بي مش على الفات والناب. فاهمني؟ حتى الاي سي الاي تي سي نفسه يعني هو عايز يقول لك انه الفاد القليله ريديوز طبعا كل ده هيقلل الناد والفاد. طب الناد والفاد دي لما تبقى قليله ده مش هيخليها يحصل لها اوكسيديشن في الالكترون ترانسبورت تشين، بل هتفضل ريميت زي ما هي، وده يؤدي الى this leads to decrease the energy and inhibition of beta oxidation، وطبعا ده هيقلل هو المفترض ده هيزود الطاقة لو هنتكلم عنها على الاي تي بي، او يقلل الطاقة هنتكلم عن نادو الفات، ويحصل انهبشن للبيتا اوكسيديشن يعني يمنع البيتا اوكسيديشن. حلو. بيقول لك بعض حسابات الطاقة الكالكيوليشن اوف انرجيتكس اوف اني فاتي اسيد بتتحسب بالطريقة القذرة اللي جاية. طبعا هي الطريقة دي اللي هو يا رب يقول لك في حاجه اسمها ان ده عباره عن النمبر اوف الكربون بتاعت الفاتي اسيد، يبقى ان هو عدد ذرات الكربون اللي في الفاتي اسيد، لو احنا معانا
فاتي اسيد اعراض ذره الكربون بتاعته 15، يبقى ان ب 15 والله هتقسمها على الاثنين وتطرح منها واحد. طب يلا معايا كده اقسمها على الاثنين، طب عايزين رقم زوجي احسن، خلاص 16 خليها فاتي اسيد عنده 16 كربونه، فاتي اسيد عنده 16 كربونه، قسمناها على الاثنين عطاني 8، طرحت منهم واحد اداني 7، وانا التوتال معايا 7، السبعه دي تضربها في 5 اي تي بي بقى، 7 في 5 35، 7 في 5 35 اي تي بي. وي بس كده من الطاقه؟ لا انا مش كده وبس، شفت اللي كان عنده 16 كربون طلع لي 35 اي تي بي، ومش كده وبس، لا وكمان هتجيب ال ان بعينها اللي هي 16 تقسمها على الاثنين تدي لك 8، اضرب لي ال 8 دي في 12، ضربت لي ال 8 في 12، 8 في 12 تضرب لي ال 8 في 12، احسب على لحظه ال 8 في 12 يا غالي، ال 8 في 12 هيديني ايه؟ ال 8 في 12 هيديني 96، 96، ال 96 زائد ال 35 اللي من هنا من الاول، 35 زائد 96 يديني 131، اطرح منهم اثنين في الاخر، اطرح منهم اثنين اي تي بي هيديني 129. يبقى بص كده لما كانوا 16 كربون اعطوني 129 اي تي بي، يا الله رقم محترم، رقم محترم. حتى الجلوكوز المعفن اللي كان عباره عن 6 كربون كان بيدي بالاكسديشن بيدي 38 اي تي بي، الجلوكوز بيدي 38 اي تي بي. اما اللي عنده يعني لو 3 جلوكوزات، لو 3 جلوكوزات، لو 3 جلوكوزات هيبقوا فيهم 18 كربونه، 18 كربونه يدوا كام اي تي بي؟ يدوا 38 في 3 يعني بيدوا 114 بس، وهم 18. تخيل الحمض الدهني اللي هو فيه 16 بس احسن منهم، بيدي 129 كمان من اي تي بي. والطاقه اللي في الدهون اكبر من الطاقه اللي في الكربوهيدرات مباشره، اديني اثبت لك المثال عملي. فيبقى انت كده العدد تقسمه على الاثنين وتطرح منهم واحد وتضرب في 5، تقسم على الاثنين وتطرح واحد تضرب في 5 وتجمع عليهم العدد مضروب في 12، العدد على الاثنين في 12، العدد على الاثنين في 12. فانت لو العدد عندك 18، 18 على الاثنين 9، 9 ناقص 1 8، اضربها في 5 40. اما الناحيه الثانيه اللي هي 18 على الاثنين ب 9 في 12 وهكذا، 9 في 12 اضربها انت بقى اي تي بي واطرح منهم اثنين في الليله كلها في الاخر وهكذا. طبعا السيتريك اسيد مثلا النمبر عدد ذرات الكربون اللي في السيتريك اسيد كانوا 18، شوف الانرجي اللي فيها تطلع بكام، الانرجي اللي فيه فضل يعمل حساباته هو وحساباته والكلام العاقل ده، الحسبه دي لو كتبت على الحاسبه هيدي لك في الاخر وصل هو ان الناتج طلع كام معاه 146. احنا لما اشتغلنا على مركب 16 كربون اعطاني 129، المركب هو اللي اشتغل عليه كان فيه 18 كربون اعطاله 146. طيب بالنسبه للبالميك، البالميتيك اسيد، البالميتيك اسيد 16 احنا قلناها بالصدفه طلع معانا الرقم صح 129، فاحنا شاطرين احنا حلوين، برافو علينا. طيب بصوا كده ده ايه ده؟ دعك دعك. هنا طبعا بيوريني الكيميكال، الصيغه الكيميائيه الكيميكال فورم. فطبعا الاي تي بي هيسيب 2 فوسفات يتحول لادينوزين مونوفوسفات زائد الفوسفات اللي بيحصل له فوسفوريليشن، البي بي اي ده بيحصل له فوسفوريليشن ويطلع 2 فوسفات ده الاكتيفيشن 1، وهكذا بعدين تحصل الكارنيتين ترانسبورت ويدخل في الميتوكوندريا يحصل دي هيدروجينيز والهيدرو الهايدريشن بالميه، وجود الميه هايدريشن يعني تميه دخول الميه هيديني دي هيدروجينيز برضه اشتغل بالدي هيدروجينيز وكله ده بيطلع لي اي تي بي، وفي الاخر بعمل تشين بريك داون اللي هو الكلام اللي فوقه بشتغل بالبيتا كيتو سايوليز، البيتا كيتو سايوليز خلاص كده هيطلع لي اسايل كو اي وده شورتر باي 2 كربون من الاسايل كو اي اللي هو اقل ب 2 كربونه من الاسايل كو اي اللي فوق اللي داخل، ما ده فاتي اسيد اسايل كو اي هيتحول لاسايل كو اي بس اصغر من اللي فوق ب 2 كربونه ويطلع اسيتايل كو اي اللي هو الاخ الصغير ده، واللي الاسيتايل كو اي اللي هو بيطلع منه كيتوجينيسيز بطلع اصنع منه كيتونات او بدخله في الكريبس سايكل ويطلع لي 12 اي تي بي. يعني الاسيتايل كو اي الواحد اللي فيه 2 كربونه بيطلع لي 12 اي تي بي. عشان كده في وقت كنا بنقسم على الاثنين، نقسم الحمض الدهني على الاثنين ليه؟ علشان هو الاسيتايل كو اي عباره عن 2 كربون وفي الاخر بضرب في 12، ولو ما قسمتش هتضرب في 6
ضرب 6 ليه؟ لان كل كربونه بتطلع 6 اي تي بي، هم 2 كربونه فبتقسم على الاثنين عشان تضرب في 12، او تضرب مباشر في 6، تضرب عدد العدد مباشر في 6. يعني بص كده، بص كده، انا ممكن طريقه ثانيه اجيب لك ال 129 دي. ال 129 الخطوه الاولانيه كانت فيها، كانت تعطيني كام؟ تعطيني 35، تمام؟ تعطيني 35. هنا بقى هتضرب 6، 6 في 12. بص يعني 16، بدل ما تكسب 16 على الاثنين، سوري، بدل ما تكسب 16 على الاثنين هتخليها 16 زي ما هي. 16 اول ما تضربها في ال 12 تدعك 96، دي جمع على 35 تطرح منهم الاثنين تديك 131، تطرح الاثنين تديك 129، يبقى الحسبه صح. فاهم؟ الجيناتيك ديفيشنسي طبعا اللي فوق اللي حصل فيها اللي هي العمليه الطويله اللي هي ان عن الاثنين ناقص واحد. ماشي؟ طيب الجيناتيك ديفيشنسي اوف فاتي اسيد اوكسيديشن، في ناس بيبقى عندها مشكله في الاوكسيديشن بتاع الفاتي اسيد، مشكله وراثيه. فاتو اوف موست كومن جيناتيك ديفيشنسي افكتد الفاتي اسيد اوكسيديشن، واحده منهم مشهوره خالص اسمها الميديا بتشين اصايل كو دي هيدروجينيز، الميديا بتشين اصايل الميديا بتشين اصايل كو اي دي هيدروجينيز ديفيشنسي، دي برايمري تعتبر برايمري ايتولوجي، برايمري ايتولوجي هيباتيك، مشكله في الهيباتيك. وفي المايوباثيك كيرناتين، المايوباثيك يعني مرض وراثي، مايوباثيك مرض وراثي في العضله، مايوباثيك كيرناتين اسايل ترانسبيريز اللي هو المايوباثيك كيرناتين اسايل ترانسبيريز ديفيشنسي، الديفيشنسي بتاعه بيعمل برايمري ايتولوجي، برايمري ايتولوجي مايوباثيك يعني مشكله عضليه. بص كده معايا، فالام سي اي دي اللي هو الميديا نيتشين اصايل او اي دي هيدروجينيز ديفيشنسي، دي تعتبر البرايمري ايتولوجي للهيباتيك ديزيز، يعني بتسبب مرض هي مسببات اوليه، ايتولوجي علم المسببات اللي هو العلم اللي بيدرس السبب، فهو البرايمري ايتولوجي هيباتيك يعني بيسبب مشكله في الكبد. اما البرايمري ايتولوجي للمايوباثيك اللي هو اعتلال العضلات او المرض الوهن العضلات، ده مرض وراثي بيحصل بسبب المايوباثيك كيرناتين اسايل ترانسفيريز ديفيشنسي، مايوباثيك كيرناتين اسايل ترانسفيريز ديفيشنسي اللي هو كات، مرمز دي برنامج كات يعني، يعني مرض الكات احفظها كده افتكرها يعني، او السي بي تي. حلو حلو، بيعمل لي مقارنه بينهم هنا طبعا، يقول لك المايوباثيك كات او الكات ديفيشنسي ده هو عباره عن مصل مشكله في العضلات بيحصل فيها ويكنس، وبيحصل مايو جلوبيونوريا، بيحصل بروفايد بايتلات، من كل ده هنمسك الباثولوجي يعني مش 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 محل سؤال في الماده دي، برولوجيد اكسسز، وبيحصل سبيشالي فيستنج لو كنت صايم بتحصل مشاكل كبيره وشد عضلي، وبالبايوبسي الفيتد المصل فرايد جلايسريد، طبعا بالبايوباسي تعرف لو كانت المشكله موجوده، ودي موست كومن فورم اي ار وليست وان تايم. اما بتاعت الهيباتيك دي الام سي دي ديفشنسي، فدي فاستنج هايبوجلايسيميا، تحصل هايبوجلايسيميا لما يكون صايم ما يعرفش يكسر الدهون، او طالما صايم ما فيش كربوهيدرات بياكلها، فبيحصل نو كيتوجينيك بودس يعني ما فيش كيتوجينيك، ما فيش كيتوجينيك، بيحصل حاجه اسمها هايبوكيتوزيس، هايبوكيتوزيس لان هي بتتكون من الكيتوجينيز او الكيتوجون بودز، الكيتون بودز دي يحصل لها كيتوجينيسيز عن طريق مين؟ عن طريق الاسيتايل كوي، وما فيش اسيتايل كوي لان ما فيش بيتا اوكسيديشن. فبيحصل في 8 وسي 10 اسايل كارناتين ان بلاد، بلاقي سي من 8 10 كربونات اسايل كارناتين في البلاد، وبيحصل فوميتنج، وممكن الموضوع يودي كذا كوما ثم ديس. وده اللي ار ويز فاريبل اكتيفيزيشن دايا كاربوكسيليك اسيدوريا، اسيدوريا يعني مشكله في اليوريا برضو، دايا كاربوكسيليك اسيدوريا. طيب الميديا متشينا اسايل كو اي دي هيدروجينيز ديفشنسي يختصرهم مره ثانيه وهي الاخيره ان شاء الله، نان كيتوجينيك، هي تعتبر نان كيتوجينيك هايبوغلايسيميا يعني نقص نقص مين؟ نقص الجلوكوز، بس نان كيتوجينيك، نان كيتوجينيك هايبو جلايسيميا، ودي بتحصل فين؟ بتحصل بتاثر على الهارت، شود بي بتاثر على الليفر، سوري
ام سي اي دي بتاثر على الليفر، فهي كيتوجونيك هايبوغلايسيميا شود بي سترونجلي اسوشيتد ويز ابلوك ان هيباتيك بيتا اوكسيديشن. حصل بلوك للهيباتيك بيتا اوكسيديشن، وده بيحصل ديورنج الفاستنج، بيحصل جلايسيميا، كان بيكام بروفاوند ديو تو لاك، وده بيحصل نتيجه نقص الاي تي بي سبورت، ما فيش جلايكوجينيسيس. حلو حلو. ويحصل ديكريز للاسيتايل كو اي ليور بايروفيت، وهينقص طالما نقص الاسيتايل كو اي هينقص البايروفيت كربوكسيليز اكتيفيتي، اند اولزو ليميت، وهيحدد ويقلل عمليه الكيتوجينيسيس. وده عباره عن هول ماركس اوف ذيس ديزيز. اشهر الماركس او العلامات او الاعراض بتاعت المرض ده، بيحصل حاجه اسمها بروفاوند فاستنج هايبوغلايسيميا، لما اول ما يبدا يصوم بلاقي عنده هايبوغلايسيميا. طيب بصوا يا جماعه، البروفاوند فاستنج هايبوغلايسيميا دي احد الاعراض الشهيره، وعرض ثاني اسمه لاو يعني لابس تو ابسنت كيتونز، يعني لا اما قليل لا اما مش موجود خالص كيتون. الكيتونات عشان ما فيش كيتوجينيسيس، ما فيش صناعه الكيتونات، فبالتالي في ايه، في لو يعني نقص او ابسنت للكيتونز، ويحصل عنده ممكن كوما وممكن يموت اف انتريتد لو ما تعالجش. ويحصل عنده حاجه اسمها ليثارجي. ايه يا اخويا؟ حاجه اسمها ليثارجي يعني خمول بسيطة، خمول كامل كده، ومش فايق يعني، مش مصحصح، نايم في نفسه، منعتن على نفسه. ليثارجي اللي هو الخمول المرض. طيب السي 8 سي 10 اسايل كرناتين كارنيتين موجود في البلد، كده يبقى مشكلة في الليفر. طيب ان ان انفانس، الانفانس سبيشالي مي بي برو، طبعا في الانفانس الاطفال حيث الولادة كده، ايبيوتايد may be provoked by overnight fast، يعني ممكن الموضوع provoked يعني بيزيد ال overnight fast، يزيد اكتر في الليل لما يبدا ينام. ان ان اولدر تشيلد، لما التشيلد يبدا يكبر، ممكن provoked by illness، يحصل يعني الموضوع بيصاب بمرض كتير زي الفلو مثلا. that causes loss of beating and vomiting، دي ممكن تسبب vomiting و beating. تمام حلو. اما البرايمري تريتمنت، العلاج المبدئي هو الجلوكوز، جلوكوز 4 جلوكوز ده، تمام، وبريفنشن اوف فريكوانت فيدنج، يعني ما ياكلش الاكل بتتابع، ياكل اكل هادي كده، ونقلل عنه الهاي كربوهيدرات، و نديله او نديله ونعمل عنده حاجه اسمها نديله كربوهيدرات، مش نمنع عنه الكربوهيدرات، نديله قصدي كربوهيدرات هاي كتير كربوهيدرات ودهون قليله لحد ما الجسم يبدا يعتاد، ونعمل عنده فريكوانت فيدنج، يعني ما نديش الاكل مره واحده، نديله بالتتابع كده، او فريكوانت كربوهيدرات ميلز، وجبات من الكربوهيدرات على فترات كده، عشان ده العلاج بتاعه، عشان نمنع الهايبوغلايسيميا، كل شويه نديله كربوهيدرات بحيث انه ما يهبطش منه. طيب complications arise when fatty meals are ingested، لما ياكل دهون تبدا تحصل الاعراض عنده او المشاكل. and MCAD enzyme is required to catabolism، وبالتالي انت ما عندكش ال MCDA، ال MCAD في deficiency فيه، وبالتالي ما هيعرفش يهضم الدهون اللي استوكلها، فتحصل المشكله. in metabolic stress، النشاط الايضي الثقيل اللي هيشمل تفرر فاستنج، اللي يشمل سيفير فاستنج يعني صيام كتير او تدريب او انفكشن، حصل له انفكشن وجسمه بيحارب وشغال، والكونديشن ويز دي الكونديشن كلها اللي بتتطلب او بتعتمد على فاتي اسيد اوكسيديشن، هتبدا تظهر سايمباتومز اوف ام سي اي دي ديفيشنسي ار مينفستد، يعني تبدا تظهر. Some cases، بعض الحالات of sudden infant death، بعض الأطفال اللي بيموتوا بشكل مفاجئ، اللي هو sudden infant death syndrome اللي هو SIDS، are due to MCAD deficiency، يعني بعض الأطفال بيموتوا فجأة بيبقى ده السبب
let me see AD deficiency is one of the highest of the inborn errors of metabolism. دايما تحصل inborn يعني الأطفال اللي بيتولدوا الانبورن ايرورز اوف ميتابوليزم، واحد لكل 10,000 بيموت. فهي تعتبر حاجه هايست، هاي اكثر حاجه مشهوره في الصدر ال اس اي دي ال اللي هي صدر الانفانتسايندرو. خلي بالك كلمه انبورن يعني في الطريق، مش يعني ما اتولدش، لا انبورن ذا انبورن ايرورز يعني الحاجات الوراثيه، مشاكل وراثيه في الميتابوليزم او مشاكل فطريه في الميتابوليزم. اما المرض الثاني اللي هو المايوباثيك كارناتين، المايوباثيك كارناتين اسايل ترانسبيريز ديفيشنسي اللي هو سي اي تي او سي بي تي، سي اي تي 2 سي بي 2 2 مايوباثيك فورم ادولسنس، او بيكون في الادولسنس او الادلت الادلت وانز. يبقى ده بيحصل الوهن العضلي ده بيحصل في الكبار، اما اللي في الليفر ده بيحصل في الاطفال. فأرزو كل الأنسجة، كل التشو ويز الميتوكوندريا كونتين كاريتانين، كل الأنسجة المفترض يبقى فيها كارنيتين أسايل ترانسفيريز. ذا موست كومن فورم اوف ذيس جيناتيك ديفيشنسي، المشكلة الجينية دي تبقى از المايوباثيك اند ديو تو ديفكت يعني نقص ان ذا ماسل سبيسيفيك سي اي تي والسي الكات يعني والسي بي تي جين. CAT والCBT جين فيهم مشكلة، فتحصل مشكلة اعتلال في العضلة. وIt is an autosomal receive autosomal receive condition with late ones. بتوصل معايا autosomal receive condition with last أو late ones في الحالات المتأخرة. فهي بتحصل لما الشخص يبلغ، لأنه هي autosomal يعني متنح يعني حاجة صفة جسدية كده أو حاجة جينية بتأثر على الجسم. ريسيف يعني متنحية يعني حالة متنحية، أوتوسومال حاجة جسمية، ريسيف يعني متنحية ومتأخرة، كونديشن ويز ليت وانس متأخرة في الظهور يعني يبدأ لما يكبر. إيش طبيعي هو طفل يبدأ يكبر تلاقي العضلات عنده بدأت تحصل فيها الوهن كده. سمعنا أكيد عن ناس كده يعني، ونعرف حد توفي كده يعني ربنا يرحمه. طيب الهول مارك اوف ذيس ديزيز، العلامات بتاعه المرض ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن مرض عن عباره عن مصل اشيز مصل ايكز مصل ايكز او مصل ايشز دي يعني الم في العضله، فاهمني؟ يبقى المصل اكس ده ميلد تو بيبقى ميلد تو عنيف يعني من متوسط الى سيفر weakness، لما وهن ضعيف في العضلات او وهن شديد خالص في العضلات ما يقدرش يوقف. تحصل عندنا حاجه ثانيه بنسميها ال رهب دوموليسيز، رهب الربدو ميوليسيز، الربدو ميوليسيز، الربدو ميوليسيز دي برضو حاله بتحصل عنده اللي هو تبدا تتكسر عنده، مش عارف عشان فتبدأ تتكسر عنده ميوليسيز يعني تحلل في العضلات كده، فالرابدو ميوليسيز تتحلل جزء من العضلات. والمايوغلوبيورينيا، مايو يعني العضلات بيحصل فيها مايوغلوبيونيوريا يعني اليورين يبقى فيه ايه؟ فيه مايوغلوبين، فبسميها مايوغلوبين يوريا عشان العضلات بتبدأ تتكسر ويطلع الجلوبيولين اللي فيها ويروح في اليوريا، فبسميها مايوجلوبيونيوريا مايوجلوبينويوريا مايوجلوبينيوريا مايوجلوبينيوريا اللي هو اليد ريد يورين ريد يورين يعني اليورين لونه ريد كده مفروض بلاد. طبعا ده يبقى بيسويد بروفيكيد باي برولوجيد اكسس اكسس لما يحصل مجهود، ده هيزود الموضوع معاه لما يحصل مجهود شديد، لما يحصل عنده بيعمل برولونجيتد يعني طويل او عنيف، برولونجيتد طويل او عنيف، اكسرسايز قصدي هيجري لي هنا اكسرسايز يعني تدريب، برولونجيتد اكسرسايز يعني تدريب عنيف او كده، سبيشالي افتر الفاستنج خاصه لو صايم او واخد دور برد او الجو برد حواليه فمحتاج طاقه،
ده بيبقى associated with stress او عليه ضغط، اي ضغط يعني. As time becomes maybe is exacerbated by high fat طبعا، او exacerbated by high fat، عنده high fat او كال high fat، exacerbated by high fat ولو كربوهيدرات دايت ما بياخدش كربوهيدرات كتير، هيحصل عنده لو خدنا منه مصل بايوبسي هنلاقي فيها elevated muscle triglyceride detected، بلاقي ده عنده، بعمل detect يعني بكتشف او بلاقي على طول elevated muscle triglyceride، elevated يعني كتير muscle triglyceride العضلات as lipid droplet in cytoplasm، cytoplasm بتاع العضلات كده. انا كشفت عنه، كشفت عنه ازاي؟ بالمصل بايوبس. تمام تمام خلي بالك معايا كده، بص ال ام سي اي دي ديفيشنسي، ال ام سي اي ديفيشنسي اللي هو ال ام سي اي دي المرض ده، او السي اي تي او السي بي تي ديفيشنسي، في فرق بينهم. اللي فوق ما كنتش بستخدم فيه البايوبس اللي هناك مشاكله في الليفر، انا باخد بايوبس من العضله وبلاقي فيها تراي جلايسر، بلاقي فيها تراي جلايسريد وبعرف ان الحاله موجوده. هنا البرايمري تريتمنت العلاج هنا بعمل ايه؟ كيز ماسل اكتيفيتي اند جيف جلوكوز، اديله اخليه يحاول يحرك عضلاته، كيز ماسل مسببات نشاط للعضلات ماسل اكتيفيتي واديله جلوكوز. تمام. وسيميلر سيندروم برضو، وفي سيندرومات ثانيه او متلازمات ثانيه بتبقى مع الكات 2 او السي بي 2 السي بي تي 2 اللي هم شبه السي اي تي العاديه، في CAT2 وفي CBT2، وكان بي produced by muscle carnitine بسبب muscle carnitine deficiency في secondary way او بطريقه سنويه او بزياده خالص، هنتطور بدل ما هو كات 1 يبقى كات 2، بدل step 1 step 2 to defect بسبب defect يعني نقص in the transport system of carnitine in muscle. يعني بص هو عنده كارنيتين بس عنده مشكله، عنده مشكله في الترانسبورت سيستم، يبقى في فرق ما بين المرضيه، في فرق ما بين المرضيه. السي اي تي والسي بي تي العادي في ديفيشنسي بسميه المايوباث كارناتين اسايل ترانسفيريز ديفيشنسي، يعني في نقص في الكارناتين اسايل ترانسفيريز، نقص في الكارناتين اسايل ترانسفيريز مش عارف يدخله للميتوكوندريا بتاع الخلايا عشان يحصل البيتا اوكسيديشن. هنا السي اي تي 2 او السي بي تي 2 في ديفكت يعني نقص in the transport system في نظام النقل بتاع الكرناتين في العضلات، يعني انجل مش عارف انجله في كذا حته بس مش عارف انجله في العضلات، وهو حاله مرضيه برضه سيميلر سيندروم للي فاتت. واتمنى اكون فدتك باي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.